حنان ووجدي أصدقاء منذ زمن طويل من تونس الخضراء، مؤمنان بالرب يسوع المسيح ويسيران معه يوميا في طريق الحياة. وجدي وحنان يتحدثان عن ظروف المعيشة ويتناقشان في أمور الشبيبة العربية في ضوء وعود الله الرائعة للمؤمنين به كما يعلنها الكتاب المقدس. تعرف في المدة هذه نخدم برشا ونقرا برشا، ما دخلتش حتى على الانترنت باش نسمع، ما عنديش. سمعت على حاجة؟ اي، ما خرج من الخدمة نتاعو سيبها. خرج من الخدمة؟ اي خرج من الخدمة. كيفاش يسيب الخدمة نتاعو؟ تو ثما واحد يسيب الخدمة نتاعو في الظروف هذه الصعيبة، يخيبل ولا شبيه؟ هو مش بالعاني مسكين، راهو المدير هو اللي أجبره باش يستقيل، قالوا يا إما تخرج يا إما نعملك فضيحة، دونك مسكين هو يلوج على شغل جديد توا. معليش أجبره، مش كان أحسن واحد عنده أول واحد يدخل وآخر واحد يخرج؟ أي مسكين بالحق. أما تعرف شنو الحكاية؟ المدير متاعه والشركة متاعه ربحت برشا السنة وحب يربح أكثر باش ما يدفعش كل الضرائب. بما أنه عصام مسؤول على الحسابات في الشركة، مشى يكلمه يحبوا يزور شوية في الأعداد. وعصام عمل مشكلة وقال لا ضميري ما يسرعنيش وربي ما يحبش، وانت تعرف عصام عنده يا أبيض يا أكحل، دونك قال كان أنا نزور ونغش مش باش يكون عندي بركة في حياتي، دونك أجبر مسكين باش يخرج من الخدمة. إيما يا حنان، هو شو مدخله في الحكاية هذوما؟ عارف هو يحب يزور الحاجات، هو يخدم وياخذ شهريته آخر الشهر ويخدم على روحه. عارف يحب يزور ولا ما يزورش، هذاك أموره، معناه شو مدخله عصام؟ أما أنت تعرف عصام أمين ما ينجمش يفكر هكا. ما قلت لي خير يا حنان؟ ريت مسكين يلوج على خدمته. يجي نقعد شوية، تعبت الشمس ياسر برشا، نقعدوا تحت الشجرة هذي. باه. تعرف شو اسم الشجرة هذه يا حنان؟ شو؟ هذه شجرة اسمها أرز لبنان. فما النوع هذا في لبنان، فما زوز أنواع أخرين، أرز الهيمالايا وأرز المغرب والأرز الأطلس يسميوها، اللي هي موجودة بين المغرب والجزائر وتونس، شوية في تونس مش برشا. والشجرة هذه يا حنان الحاجة العجيبة فيها اللي هي تقعد خضرة في الربيع وفي الصيف وفي الشتاء وفي الخريف، ما توليش حتى لون آخر. وبالحق سمعت مرة حاجة يقولوا اللوح متاعها ما يسويش. ما يسويش؟ كيفاش؟ الشجرة هذه تفرز زيوت زيت العطر اللي ما يخليها ما تسويش، ويخليها زادة تعيش مئات ومئات السنين يا حنان، وممكن حتى في لبنان تعيش حتى الألف سنة. اكتشفوا من الشجر عمرهم 900 وألف سنة زادة. ألف سنة؟ ألف سنة. تعرف ذي معلومة ما كانش في بالي بها، ياسر طيارة الشجرة هذه. تعرف هذاك زادة يذكرني اللي في كتاب مقدس شجرة الأرز موجودة برش مرات، وحتى توا في مخي مزمور 92. مزمور 92 يوصف فيه الله ويعمل ويشبه المؤمن الأمين بالصديق، ويقول الصديق كالنخلة يزهو كالأرز في لبنان ينمو، مغروسين في بيت الرب في ديار إلهنا يزهرون. الصديق كالنخلة يزهو وكالأرز في لبنان ينمو، الصديق كالنخلة يزهو وكالأرز في لبنان ينمو، مغروسين في بيت الرب، مغروسين في بيت الرب، مغروسين في بيت الرب.
مغروسين في بيت الرام وفي ديار إلهنا يزهرون يزهرون. تعرف المزمور هذايا يذكرني بالبعض قص الكنيسة عملها جمعة اللي فاتت، كان يحكي على يعلم معناها على المزمور هذايا، وكان يفسر كيفاش انه شجرة الأرز كيف انت كنت تحكي ديما خضراء، وكيفها كيف النخلة زادة، النخلة في الصحراء رغم اللي حتى ما فماش ماء ديما خضراء، وشجرة الأرز في الجبل ونفس الحاجة، وما عندهاش علاقة كان فما بحذها ماء ولا لا، ديما 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 خضراء، حاجة عجيبة هكا ولا لا. وهو عمل مقارنة بين هذاك وما بين المؤمن وحياته، على كيفاش شجرة هذية الأرز مثلا ولا حتى النخلة ياخذوا برشا وقت باش يكبروا، صحيح شفنا حتى 100 سنين يقعدوا باش يكبروا، صحيح وبثبات يكبروا، والعروق نتاعهم تهبط بالقدا في الأرض، معناها تكبر وبالقدا بالقدا، وعلى قد ما تهبط لوطة تبدا تطلع الفوق وتعمل كيف نحن كنا نشوفوا توا الفروع برشا منها، وتطلع عالية كيف انت زادة كنت تحكي، معناها مش كان الحاجة نشوفوها حتى عروقها زادة كبر برشا، صحيح وتعلى برشا كيف النخلة، وشوف هذه واحدة في الصحراء واحدة في جبل معناها الأرز كيف كيف. وهو قال القسيس في الكنيسة قال هكيك بالضبط المؤمن وقت اللي العروق نتاعو تبدا متشبثة في الكتاب المقدس تبدا عميقة وكبيرة فيه، هو باش يتشبع بمحبة المسيح وهكيك باش يبدا حي كيف الشجرة الخضراء، معناها يزهر ويكبر ويبدا مغروس بالحق في ربي، هو نجم تشوف الثمار وكيفاش هو يبدا حي معناها ديما أخضر. صحيح. تعرف يا حنين الكتاب المقدس يقدم لنا تصويرة مزيانة برشا على المؤمن، وفي المثل هذا زادة تعرف كيما النخلة والأرز هما مفيدين برشا، هذاك هكاك لازم يكون المؤمن زاد، رغم أنه النخلة تعيش في ظروف صعيبة برشا، تعيش في صحراء، تعيش في سخانة برشا، ما عندهاش برشا ماء زادة، هكاك المؤمن زادة حنين على رغم ذاك الكل النخلة تعرف شنو تعمل، تعطينا ثمرة بنينة اللي هي التمرة، نحب التمر تاع بلادنا برشا برشا تعرف. والمؤمن يمر بظروف صعيبة زادة، يمر بظروف قاسية برشا، أما الظروف هذه تخلينا نفرزوا ثمر زادة اللي هو المحبة والفرح والسلام وطول البال. سمعت مرة شرح الأرز زادة اللي الزيوت متاعه تنفع لبدن الإنسان، معناها تنفعنا ضد الحشرات الناموس اللي يقرص، وزادة التصويرة هذه فكرتني في المؤمن يا حنان أنه المؤمن لازم يكون مفيد وينفع في المجتمع كما عصام اللي هو ما حبش يعمل حاجة غلطة، هكاك نحن لازم ننفع ونكون في المجتمع. سيد المسيح ما كذبش وقت اللي قال وصف المؤمن أنه هو كالملح، يعطي مطعم للطعام أو مش كان مطعم تعرف شنو يعطي زادة، يحفظ الطعام مش ما يخمجش. أي صحيح صحيح. تعرف وانت تحكي عصام قاعد يمشي من بين عيني، وقلت قديش هو يعرف كلمة ربي وقديش هو أمين، على خاطره ما حبش يغش وما حبش يزور الأوراق، وقال لا ما نحبش نكون كيف عرفي، أنا نحب نكون كيف ربي. يعطي الصحة بالحق. هو لازمني نذكره ونشجعه بالآية هذية، واللي هو مغروس في يد ربي، مغروس في بيته، وعلى خاطر هو مغروس في دار ربي هو باش يكون ديما كيف الشجرة الخضراء والمفيدة اللي تعرف كيفاش تحفظ الحاجات. تعرف يا حنان لازمنا نمشي نشجع عصام ونحكيه معاه على الوعد هذا متاع الله، ونشجعوه زادة أنه مش مشكلة، ربي باش يكون حاميه وباش يفكر في المستقبل متاعه، حتى لو ضيع الشغل متاعه هذايا ربي باش يكون معاه ديما، لازمنا نفكروه بالوعد هذا. لازمنا اي نمشيو نمشيو نشجعوه.